مسموعة، وجيل من بعد جيل بيسلم ورايته تملي مرفوعة. أنا النجم اللي فوق في العالي، أنا اللي مفيش يدين وصلالي، أنا روح الفانيلا الحمراء وأنا الناس اللي عايشالي. أنا الأهلي اللي سابق دايما ودايما سكتي قصادي، ومهما الدنيا بتعطلني بوصل برضو في معادي. لا قدرت يوم ظروف تحبطني ولا صوت عالي بيسكتني، أنا صوتي اللي لف الدنيا ولسه بيعلى وينادي. بدايتي وكانت كده بقيت في سنين كل ده، ولسه في أكتر من كده سنين وأبنيها. أنا اللي أكمل كلام في ضهري كتير من زمان، معايا جماهير بتسند بيا. اسم مصطفى أحمد عبد العزيز شوبير، والمهنة مستقبل حراسة مرمى الأهلي ومصر بمشيئة الله. دايما المستقبل الناس بتستناه، تنتظره، تشوفه. أجمل ما في قصة مصطفى شوبير إنه المستقبل واختبارات المستقبل جت في الحاضر، فطمنت كل جماهير النادي الأهلي وادت لهم انطباع قد إيه أنه ليس هناك حاجة على الإطلاق للقلق، فمستقبل الأهلي موجود. مصطفى رحلة تحدي ومشوار كبيرة جدا جدا جدا، وعظمة التحدي ده إنه جاله في وقت الكل مش متخيل إن هو ده الوقت اللي هيكون فيه مصطفى لازم يكون جاهز. مصطفى أو أوفا شوبير حسب ما القريبين منه دايما بيندهوله، اتحط في الاختبار اللي كل الناس ممكن يكون عندها قلق منه، اختبار نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي أمام الوداد، وهي لقطة للتاريخ. لازم تفهم كويس إنه التربية تفرق، العقلية تفرق، وجوده في النادي الأهلي ومحكات كتير وتجارب كتير عشان تبقوا فاهمين كويس عمرها ما تيجي صدفة. يعني اوعى تفتكر الصدة بتاعت الانفراد دي أصلها جت صدفة، مستحيل، هي جت لأنه كان هناك رجل مستعد لهذه الفرصة وانقض عليها بأنياب حديدية تألق فيها، وكان واحد من الأسباب الرئيسية لأن يضع الأهلي قدما في نهائي هذه البطولة التي تكون الأعظم في رحلة اكتشافها ووصولنا إلى هذا اللقب رقم 11. مشرفني ومنورني مصطفى شوبير يا درش، اهلا وسهلا بيك، ومشرفنا ومنورنا ومبسوطين بيك جدا جدا جدا، ومليون مليون مبروك. حبيبي يا ابراهيم الله يبارك فيك، بشكرك على المقدمه التحفه دي، يعني كلام كبير، كلام كبير قوي عليا. صوت لك قوي قوي، عارف والله انت طبعا يعني زي اخويا الكبير، ومقدمه كبيره قوي عليا، والحمد لله والله يبارك فيك. يعني الحمد لله عندنا كلام كتير، نفتح بينا بالتقرير، ومن بعد التقرير يلا انا معاك، نروح للتفاصيل في قصه حياه مباراة كانت في منتهى الصعوبة لكنها في منتهى الجمال. يلا بينا. يلا. وسط حضور 60,000 مشجع ورغم الضغط وحساسية الموقف، إلا أنه كان ثابتا كالجبل، فلم يشعر أحدا أنه يخوض النهائي القاري الأول له،
لكنه ظهر بثقة كبيرة وحضور فني مميز، وتنوعت أدواره ما بين الاستبسال للدفاع عن عرين الأهلي وتوجيه خط الدفاع من أجل اليقظة لإحباط أي محاولة لفريق الوداد المغربي. إنه مصطفى أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي الذي أعاد إلى الأذهان تجربة والده أيوب الكرة المصرية الذي تحلى بالصبر حتى يتمكن من حراسة مرمى المارد الأحمر وأصبح أحد القادة التاريخيين في الأهلي ومنتخب مصر. ودائما ما تصنع اللحظات الاستثنائية قفازا ذهبيا، فكان ظهور شوبير الابن مع الأهلي في مباراة تاريخية ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا لتكتب انطلاقته الحقيقية مع الفريق الأحمر. وقدم مصطفى شوبير أوراق اعتماده رسميا للجماهير ومديره الفني مارسيل كولر، وأرسل رسالة طمأنينة بأن حراسة مرمى النادي الأهلي في مأمن خلال الأعوام المقبلة. بداية مصطفى شوبير مع النادي الأهلي كانت من قطاع الناشئين، فتدرج في جميع الفئات العمرية حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول في موسم 2018-2019. ورغم تواجد مصطفى إلا أن مشاركاته كانت بين الحين والآخر، حيث شارك مع الفريق في عدة مباريات سواء في الدوري أو كأس مصر، بالإضافة إلى كأس الرابطة في الموسم الماضي. موسم تلو الآخر كان شوبير ينضج ويتطور، فعندما يحتاجه الفريق في أي توقيت كان يقدم أداء رائعا لتشيد به الجماهير سواء من المدرجات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وخلال الموسم الحالي استطاع مصطفى شوبير أن يقدم أداء استثنائيا رفقة المارد الأحمر رغم الفترة العصيبة التي مرت على الفريق والتي أصيب فيها محمد الشناوي الحارس الأساسي، بالإضافة إلى علي لطفي، ليكون على عاتقه المشاركة في مباريات الدوري بجانب ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وخاض مصطفى شوبير في الدوري هذا الموسم 3 مباريات خرج بها جميعا بشباك نظيفة، كما أن أول مباراة له في دوري أبطال أفريقيا كانت ضد الوداد في لقاء الذهاب، ورغم استقبال شباكه هدفا إلا أنه تصدى للعديد من الكرات الخطيرة التي جعلت حظوظ المارد الأحمر قائمة في التتويج باللقب القاري 11 في تاريخ القلعة الحمراء. ويعد صاحب 23 عاما صائدا للألقاب رغم صغر سنه، حيث توج مع الأهلي ب3 ألقاب في دوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلى السوبر الأفريقي مرتين، فضلا عن الفوز بالدوري المحلي وكأس مصر والسوبر المحلي، بجانب الحصول على ميداليتين برونزيتين في كأس العالم للأندية. عن كواليس التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، كيف تم تجهيزه لمواجهة الذهاب، وما هي أصعب اللحظات التي مرت عليه خلال مباراة الإياب في مركب محمد الخامس، كيف يتعامل مع الضغوطات التي عليه كونه نجل أحمد شوبير الحارس التاريخي للقلعة الحمراء، وما هي طموحاته وأهدافه خلال الفترة المقبلة. كل هذا وأكثر يجيب عنه مصطفى شوبير ضيف جمهور التلتة مع إبراهيم فايق. طيب حضراتكم تقدروا تشاركوا معنا في الحوار ازاي؟ الهاشتاج بتاعنا هو مصطفى شوبير في جمهور التالتة، وعايز اقول لكم انه الهاشتاج مصطفى لسه ما قالش اي حاجه خالص، احنا لسه ما اتكلمناش لسه ما بدناش، هاشتاج ترند رقم 2 على تويتر مصر، انما هيبقى عندنا كل الاسئله وكل التعليقات بتاعت حضراتكم هنقراها على طول في الفقره ديت. طيب انا عايز ابتدي معاك باللقطه اللي احنا واحنا بنتفرج عليها سوا قلت لي جسمي اشعر، انا اللقطه دي حلمت بيها، والجمهور بيحييك في ارضيه الملعب وانت بتعيش حلم. انا متخيل وانت صغير عمال تقول انا في يوم من الايام هقف في الحته دي ولا لا؟ زي ما قلت لك هعرضها لك دلوقتي حالا. احلى لحظه في حياتي، يعني الواحد كان نفسه في لحظه دي، اي حد يتمنى ان جمهور نادي الاهلي يبقى في ظهره بالطريقه دي، وخصوصا لما نزلت التسخين. انا كنت جوه، احنا كنا جوه الاوضه بتبقى جوه شويه فما بيبقاش باين قوي الصوت، بس باين ان في صوت حماس، باين ان الصوت بيترجى لان العدد كان كبير. فلما جيت نازل اول تفكير، اول حاجه جت في دماغي قلت مستحيل 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 يكون الدعم ده كله والناس دي كلها بتدعي لك وربنا يغفر لك النهارده، قلت استحاله. ده اول تفكير جه في دماغي وانا بحط رجلي عشان ابتدي انزل التسخين. اول ما نزلت لقيت الوضع كده خلاص، انا احط نفسي في مود الماتش، بقرا الورد بتاعي وبنزل التسخين. فنزلت عندك ورد بتقرا؟ طبعا. لقيت التسخين، لقيت الملعب كله بيترج، كان بدا بعلي لطفي ومصطفى شوبير النادي الاهلي السابقين برده الهتاف، حتى انا وكابتن علي بنحب الهتاف ده جدا. فلقيت الهتاف فحيينا الجمهور. بعد كده خلاص انا ابتديت بقى بدات التسخين، خش جوه هم نادوني بمصطفى شوبير اللي هو
مصطفى شوبير واوفا شوبير والسد العالي قلنا دولي بكل الهتافات اللي ممكن يخليك ان انت تبقى جاهز للماتش. فاللي هو خلاص انا فعلا جسمي اشعر، وحتى لما بعد الماتش قلت لهم يا جماعه انا يعني جسمي اشعر وشعري وقف كل حاجه بالنسبه لي. لا كان موقف بجد بجد اي حد يحلم بيه واي حد يتمنى يبقى في اللحظه دي. وبرده من الحاجات اللي خلتني مبسوط قوي وتخليني مبسوط، في حد قالها لي الدكتور وفائي معانا يقول لي ان ابوك هيبقى مبسوط ان انت بترفع اسمه حقيقي، فان هو كان موجود في الحدث زي ده والجمهور كله كان الاستاد كله بيهتف باسمه. فان انا اعيد دي تاني دي بالنسبه لي كبيره ان هو يسمعها اكتر من ليا انا كمان شخصيا. حلم عمره هو بالزبط. حلم معاك الحلم ده طول عمره بالظبط. والحمد لله ربنا كافيني ان احضر لحظه زي دي، وباذن الله دي الاولى ومش الاخيره. كانت لحظه صعبه عليه زي ما صعبه عليك يعني انت في الملعب، بس احساسه هو بيني وبينك لما تيجي تحط نفسك لا مرعب. بص انا الصراحه ببقى في الملعب ما لا بفتكر ابويا ولا امي، فاهم؟ انا مركز ان انا عايز انزل العب، لان انت لو ليك حسابات كتير وانت في الماتش ده مش صح، هتدخلك في 50 حاجه تانية هتخليك تاخد قرارات مش صح، وده مش ده الصح. انت طبعا انت يعني بتبقى فاصل تماما، انت يعني كده بتفصل خلاص، بتخش في مود الماتش بتنزل ما تعرفش ايه اللي بيحصل حواليك اصلا. يعني في حاجات كتير، في برده كان اخويا كان موجود في الماتش، واخويا ده وش السعد عليا لازم يجي ماتش يبقى لازم اكسب، هو ما بيجيش ماتش الحمد لله تيكو بصراحه يعني. فقال لي الجمهور بعد الفاول اللي هو اللي انت مسكته قال لي الجمهور كله كان عمال اوفا بيشجعك. قلت له امتى؟ ما سمعتش. قال لي ازاي ما سمعتش؟ يعني ده الاستاد كله في صوت واحد. قلت له للدرجه دي ما سمعتش اي حاجه؟ الواحد بيبقى داخل في مود الماتش قوي فما بيركزش. بس طبعا في التسخين زي ما قلت لك حاجه عظيمه جدا. فلاش باك بقى نرجع قبليها بكام يوم. خلاص دلوقتي الشناوي مش هيبقى موجود في النهائي، و الكلام بدا يطلع انه مصطفى شوبير هو اللي هيبقى موجود. احكي لي اللحظه ديت بتفاصيلها بكواليسها مع الراجل نفسه، مع استعدادك انت لما الراجل بدا يتكلم معاك، وجات ازاي القصه؟ طيب هي البدايه كان كابتن شناوي كان موقوف 3 ماتشات فكان خلاص معروف ان الفتره دي هيبقى موجود كابتن علي واحنا موجودين. فكابتن علي هيبقى ماتش الترجي كان أيوه. اول ماتش أيوه. والحمد لله كسبنا. بعد كده جه ماتش انبي فاتصاب في اخر ربع ساعه في الماتش، وكان هيخرج مش هيخرج، وانا الحمد لله الواحد بيبقى مهيئ نفسه انه هيلعب حتى لو تالت رابع، انت حاطط نفسك في مود ان انت بتلعب. فحصل التغيير، كابتن علي اتصاب وخرج. فبعد ما نزلت بتبقى قاعد على الدكه، بتبقى دايما المحللين والناس بتوع الكوره الجامدين قوي يقول لك اللعيب اللي بيبقى قاعد مركز في تفاصيل الماتش نفسه، ولو جيت نزلته في اي وقت ولقيته متميز فاعرف ان هو كان قاري الماتش. في لعيبه احيانا تقعد على الدكه هي بعيده، انا مش هنزل انا مش هلعب، فبالتالي بيبقى نازل المباراه اكنه لسه بتعرف عليها دلوقتي حالا. خد بالك انا عايز اقف معاك عند كل التفاصيل، لان هي التفاصيل دي يا مصطفى هي اللي بتدي تفصيل صح، هي تفرق. اللي بتدي كمان ملامح الشخصيه. لا لانه الناس لما تلاقي بسم الله ما شاء الله شاب زي الورد كده زيك الحمد لله واقف ماتش النهائي زي الاسد، اكيد في شويه تفاصيل هي اللي فرقت خلتك ما انتش هايب الموقف. هو اولا فضل وكرم من ربنا، مش شطاره مني مش شطاره من اي حاجه، ربنا بيسبب الاسباب ان انت موجود في ده رزقك في الاول وفي الاخر. اللعب ده رزق صحيح، انت ممكن 9 في 50 حاجه وفي الاخر ما تبقاش رزقك خلاص، بس انت انا واخد دي قاعده في حياتي، انت بتعمل كل اللي عليك وبتاخد بكل الاسباب عشان خاطر لما تلعب اكيد ربنا هيديك صحيح. ولما يكون رزقك ده لو الناس كلها خلاص مش عايزاك تلعب لا برضه هتلعب صحيح. وفي ناس كتير ما كانتش عايزاك تبقى موجود في اللحظه دي ومتخوفه، بس ربنا رايد ان ده رزقك وان انت تبقى كويس، خلاص بيحول لك بقى ان الناس دي تتقلب تبقى معاك في ظهرك. عندك انت الايمان بالقدريه بالشكل جدا 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 فوق ما انت تتخيل. جدع. فوق ما انت تتخيل جدع. لان الحمد لله واحنا صغير بيشوف حاجات كتير وفي البيت بنتكلم في القصص دي كتير مع والدي فاللي هو لا انا مؤمن بيها جدا، وفي الاول وفي الاخر الحمد لله شفت النتيجه. عارف كمان بالحته ديت بيفرق مع الواحد في ان هو بيراضي نفسه طول الوقت، بيبقى راضي بالظبط وقانع وعارف ان هي لما هتجيله خلاص هي دي بتاعتي المره دي. انا قاعدتي انت بتروح التمرين بتعمل اللي عليك ساعه ونص ساعتين ثلاثه ايا كان بتقعد قد ايه، بتعمل اللي عليك بتروح بتعرف تنام، يبقى انت كده خلاص خلصت اللي عليك. سلام. احط راسي على المخده اعرف انام، يبقى انا الحمد لله ما قصرتش في حاجه. قصرت في تمرينك ما تعرفش تنام، يبقى انت كده في حاجه غلط. تبتدي تشوف بقى الروتين بتاع يومك ايه، ما اكلتش كويس، ما نمتش كويس، ما دخلتش الجيم كفايه، ما اديتش اهتمام للتمرين، الكرة دخلت فيك ممكن تكون انت ما اهتمتش بيها، مع ان ممكن يجي فيك كذا جول في التمرين عادي. حاسب نفسك كمان على الاهداف اللي بتيجي في التمرين. حاسب نفسك. طيب ارجع للحته اللي احنا كنا بنتكلم فيها عشان التفصيله مهمه، احنا قاعدين دلوقتي على الدكه على لطفي بيتصاب في ماتش امبي، مصطفى شوبير هينزل. قلت لي انا كنت مركز نزلت في الماتش. نزلت وكده كده انت بتبقى عايش المود ده. دي الاسبوع. دي الكرة اللي كابتن علي اتصاب فيها. ايوه. اول ما راح هناك انا افتكرت اصلا ان
كابو رفيق كابو خبطه فافتكرته واقع كوع فانا واقعد عادي لغايه ما ابتدوا يشاوروا لي اللي هو قوم سخن ولقيته ماسك الخلفيه فقمت على طول خلاص وانت كده كده عايش لحظات الماتش عادي فانت نزلت 10 دقايق انت برده خد بالك مطالب تنزل مركز ما يجيش في الجول بالزبط. كل ده لازم بتبقى عايشه بالظبط فهي بدا لما الدكتور شاور فخلاص انا هيأت نفسي ان انا خلاص نازل كوتش اتمنى لي التوفيق وكوتش مشيل نفس النظام نزلت عادي جدا لعبت الماتش الحمد لله ربنا كرم برده مجريات الماتش مشيت جت بعدها بقى واحنا في الاوضه الكندوسي الكندوسي جالي في كندوسي ده انا حاسس ان هو من عندنا لا لا هو مشكله لا 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 هو لا 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 من بولاء لا 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 ده خطير خطير صح كده لا لا بجد بجد شخصيه محترمه جدا وحد نظيف جدا شكله دمه خفيف كمان لا لا ملوش حل ملوش حل بجد شخصيه يعني قال لك ايه كندوسي راح مناديني قال لي تعالى قال لي انت هتلعب الماتش اللي هنا في القاهره نهائي النهائي قال لي هتلعب الماتش اللي هنا في القاهره وافتكر كلامي ده هتلعب الماتش اللي هنا في القاهره لا والله قال لي كده على طول وكان لسه احنا مش عارفين الاصابه ايه تنبأ لك بيها لا في كذا حد تنبأ لي يعني مثلا برضو بابا قاعد يقول لي انت خد بالك ممكن تلاقي نفسك تلعب نهائي افريقيا عادي من قبل ما اي حاجه تحصل ناس كتير ناس كتير قريبين مني قالوا لي يعني في واحد برضو من صحابي قال لي قال لي ما تستغربش ما تلاقي نفسك مثلا واقف في النهائي والكلام ده واحنا الثلاثه الحمد لله سلام وما فيناش حاجه سبحان الله والواحد ما يتمناش طبعا اي حد يحصل له اي حاجه وحشه بس الاستعداد ما هو الجاهزيه ما هي نفسك بس الفكره في حاجات بتسمعها ده انا بقول لك الايمان انت لازم تبقى مقتنع لو ده رزقك هيجي لو ايه اللي حصل فلو هو بيقول لي كده الاول وهلا اللي هو فاهم يعني ماشي نهاية ان شاء بس الله بس بعيدة انا مركز انا مركز ان شاء الله بس لسه يعني حس خطوة النهاية دي لسه دي كان اول ماتش ليا في افريقيا كان اول ماتش اول ماتش ليا العبه في افريقيا فربنا كرمني اول ماتش يبقى ده ويبقى ليك الحمد لله دور في البطولة لعبنا ماتش امبي ومشيت الوتيرة لعبنا الجيش لعبنا الجيش اتخبطت في عيني ايوه فبرضه ابتديت اقول لا في حالة نحس موجودة للحراس اللي هو مش هنلعب احنا الثلاثة كده احنا الأربعة كان كمان حمزة مصاب احنا الأربعة مصابين خلاص كده ومصطفى مخلوف مش متأيد في القائمة الأفريقية فاللي هو خلاص بس الحمد لله ربنا ستر يعني جينا بعدها الماتش اللي بعده كان ماتش سيراميكا وكان ابتدى مع رجوع كابتن علي وكابتن الشناوي التمرين لما رجعوا الدنيا ما مش يعني هم مش جاهزين 100% جاهزين 100% عارف احداث عماله تحصل يمين شمال انا المهم انا اول ما خلصت ماتش سيراميكا من اول ماتش امبي خلص ماتش الجيش الناس كلها بقت تقول لي ركز هتلعب النهائي فلا ما فيش حاجه مركز تلعب النهائي انا عندي ماتش الجيش خلصت ماتش واحده واحده لازم تاخدها واحده واحده لازم لازم ما ينفعش تركز اثنين قبل واحد انت عندك كام سنه؟ 23 بسم الله ما شاء الله كده ما ينفعش تركز في اثنين قبل واحد فيقول لي كان كذا حد يكلمني هتلعب النهائي اقول له لا هلعب الجيش بس الاول ان شاء الله فخلصت الجيش هتلعب بقى النهائي اقول له لا هلعب سيراميكا ان شاء الله خلصت ماتش سيراميكا هتلعب النهائي قلت لهم لا لسه مش عارف بقى ان شاء الله ربنا يسهل الماتش اللي جاي انا حاطط نفسي في مود ان انا هلعب الفلسفه دي جات لك منين؟ انك تبقى عارف تبقى مرتب المواضيع كلها في دماغك بالشكل ده لان خد بالك احيانا الواحد لا ممكن يسرح مع السن ده مع ضغطة المباريات مع طب الناس بتتكلم كتير جدا جدا وخد بالك انت برضو الوضع عندك مختلف انت تحمل اسم الكابتن شوبير طبعا ايوب الكرة المصرية وواحد من عظماء كرة القدم في مصر وبالتالي برضو هنا فيها حاجات كتير طبيعي في افكار بتجيلك وساعات بيجيلك افكار سلبية وانت لا انت ركز لان النهائي ماتش اكبر بس لا حتى مستر كولر دايما يقول لنا ان انت اهم ماتش عندك الماتش اللي جاي يعني انت ليه انت ليه مهم الماتش اللي جاي مهم هو عشان الماتش اللي جاي مهم هو الراجل بيقول لكم على كده بيقول لنا كده ان انت الماتش اللي جاي مهم ليه عشان الماتش اللي جاي مهم مش عشان محتاج منه ثلاث نقط ولا عشان محتاج منه نهائي افريقيا عشان ده ماتش ومحتاج تركز له فما تركزش في اللي بعده يعني انت اهم حاجه تاخد واحد اثنين ثلاثه انا متاكد ان مصر كلها دلوقتي حرفيا يعني مستنيه تعرف انت اتبلغت ازاي بانك هتلعب ماتش النهائي واستقبلت ازاي الناس وهي بتقول يعني انا انفردت هنا قلت مصطفى شوبير بنسبه 99.9 هيكون حارس مرمى الاهلي وعرفت من خلال المعلومات بتاعتنا وعرفت بعديها انه كان في تفاصيل كتير في الموضوع ده ممكن بقى تحكي للناس اللحظه التاريخيه دي كانت عامله ازاي؟ احنا دخلنا معسكر قبل الماتش بيومين كان الماتش كان يوم حد احنا دخلنا الجمعه فاتمرنا كان كابتن شناوي خلاص بره القايمه فكان في كابتن علي دخل وكنت انا وحمزه كان برده لسه راجع من الاصابه فانا مش عارف مين اللي هيلعب ولا حد عارف ولا كوتش كان لسه اتكلم مع حد ودخلنا المعسكر خلصنا الاكل وتمام فبعد كده الكوتش طلب انه يقعد معايا فروحت له قال لي بص انا هقول لك على حاجه ما اعرفش تحس ولا لا بس انت هتلعب الماتش اللي جاي
قلت له قلت له انا حاسس، قلت له انا جالي فعلا الاحساس ده وانا مهيئ نفسي لكده. قال لي طب عامه انت هتلعب الماتش اللي جاي، ده مش اليانكون ولا لا ده مستر كولر. مستر كولر انت هتلعب الماتش اللي جاي، كل اللي عايز اقوله لك انا عايزك تلعب بنفس شخصيتك بنفس ثقتك في نفسك، مش مطلوب منك اكتر من كده، وانا عندي ثقه فيك ملهاش حدود، وانا متاكد ان انت هتعمل ماتش كويس، مش محتاج اقول لك اكتر من كده. بس كده، بس كده، ما قاليش اكتر من كده، ولا قعدنا جلسه 10 دقائق ربع ساعه، هو ده كل اللي قالوا لي بالظبط بالحرف. لو انا ان شاء الله كنت جلسه فاكر صح مع يعني. مصطفى شوبير ومفيش الكلام لا لا لا، هو هو قعد بالظبط بالظبط الجلسه بالظبط، ما خدتش دقيقتين ثلاثه. هو قصد، هو قصد هو بيسالك السؤال، انت حاسس ان انت تلعب النهائي عشان يشوفك انت ذهنك؟ بصراحه مش عارف، بصراحه مش عارف، بس انا فعلا انا كنت مهيئ نفسي ان انا هلعب. حتى لو كنت على الدكه لازم بتهيئ نفسك ان انت تلعب، لان هنرجع تاني لنفس النقطه ان انت لازم تبقى مركز، لان وارد زي ما كابتن علي اتصاب في ماتش الترجي كان ممكن يلعب ويتصاب في الماتش اللي بعده او يتصاب في الماتش اللي بعده وترجع صح لنفس القصه. فانت هو هي قاعده انت بتمشي من عليها من اول بقى ما عرفت ايه اللي انت بتعمله، من اول ما عرفت انت دلوقتي في دماغك حلم مصطفى. خد بالك ان انت في ناس كتير حطت نفسها في مكانك لانه مشهد صعب. انت دلوقتي حلم ملايين الاهلاويه، وفي النهائي ما انتش بتلعب ماتش مثلا عادي، ومش مثلا مش سيمي فاينل، ده فاينل اللي الناس كلها مستنياه، وده أول اختبار ليك في إفريقيا على الإطلاق. فأنت يعني عارف اللي هو بيقولوا إيه، متضار للنار. وما تزعلش مني كمان، في نقطة في منتهى الخطورة ديت اللي هتحيي مصطفى شوبير، أو لا قدر الله كانت هي اللي هتدي انطباع، والحمد لله إنه مش موجود، انطباع إنه لا ده إحنا مصطفى لا ده بعيد. الحتة دي أنت الوحيد بس اللي كنت يعني عايشها وعارف مدى صعوبتها، احكيها لي كانت عامله ازاي وايه اللي كان بيدور في دماغك. اول ما الكوتش قال لي كده خلاص استعنت بالله ان هو خلاص هو الماتش بتاعي وده رزقي، زي ما قلت لك ان شاء الله هلعب، وبرده ما تعرفش كان ممكن تاني يوم اتصاب، ممكن في التسخين اتصاب، بس انا مش حاطط في دماغي خلاص غير الماتش. عندي تمرين بكره، اتمرن كويس واعمل اللي عليا، اكل كويس انام كويس، اخد بالاسباب اللي انا كده كده باخد بيها. وانا عندي زي ما قلت لك وانا نازل التسخين لما الناس كلها كده بتدعي لك، وانا مش عايز اقول لك كميه ناس، انا كنت بصراحه كنت قافل السوشيال ميديا بس حاسس باللي بيحصل، فاهم الفرق؟ انا قافل بس انا حاسس باللي بيحصل. وبعدين كل شويه حد مثلا يكلمني إيه ركز مش عارف ايه، فابتديت اقول ما هو مش كل شويه برضو تليفون، رحت قافل التليفون والله اللي هو فصلت خالص قبل الماتش. يا جماعه هو انتوا بتطلبوني بالتركيز، فانتوا كده لا قبل الماتش قبل الماتش قفلت كل حاجه، قفلت كل حاجه، قفلت كل حاجه وخلاص، حطيت نفسي في مود الماتش. ما سمعتش بقى اللي قال مصطفى ولا هيعمل وبتاع ولا لا لا يعني في كذا حد عرف يوصل لي يكلمني بطريقه ما، فيقول لي ده انا قلت كذا كذا، اقول له والله ما شفت، حقك عليا ما شفتش، انا فعلا قافل. برافو عليك، خلاص برافو كنت عليك. كنت قافل كنت قافل تماما كل علشان حاجة. توصل لمستوى التركيز اللي هو 100% خلاص، ان انت توصل ان انت مصفي ذهنك ومركز للماتش، لان زي ما انت قلت الماتش مش سهل. بس انا خدت ان انت لو حطيت في دماغك ان انت ده نهائي افريقيا وكبرت الموضوع قوي في دماغك، لا هتحس ان انت قد كده مقارنه بالموضوع. لكن لو اديت الموضوع حجمه اللي هو الكويس واديت لنفسك الثقه وحسن ظن بالله ان انت قدها، هتبقى انت قدها بكتير كمان، وربنا هيديك كل حاجه. مين اقرب حد من زملائك في الفريق كان بيتكلم معاك في الوقت ده؟ لا كله 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 بدون استثناء، عشان لو قلت حد هبقى الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم دام نعمه الحمد لله، وعندهم ثقه الحمد لله كلهم. ودي حاجه انا حاسس بيها، ودي حاجه برضو بتدي طمانينه ليا والحمد لله للفرقه وللجهاز الفني برضو. كابتنك بقى، كابتن الفريق محمد الشناوي، كان دوره ايه معاك في الحته ديت في الوقت ده، هو وعلي لطفي كمان، وانت بقى خلاص عرفنا كلنا يعني، عارف خلاص الكوتش قال لك انت اللي هتلعب. كابتن شناوي احنا دخلنا معسكر قبلها بيومين، فكان هو بره القايمه وكان في الريكفري، فروحت له انا يعني، انا اللي روحت له قلت له اللي هو عايز اقول له، عايز اقول له ما تزعلش، فاهم اللي هو هو برده ماتش مهم وهو كان عايز يبقى موجود طبعا وظروف الاصابه. فلقيته راح طالع لي وسلم عليا وخدني بالحضن، قال لي ركز وعيش الماتش عادي، ما تشدش نفسك، وماتش عادي جدا، مش يعني انت مش مطلوب منك تعمل المستحيل، انت كده جول كويس فتمام، انت تمام، انت امورك تمام. ده اللي هو كان عايز يقوله لي، او دي الرساله. عارف انه في اكتر من حد اتكلم في الجزئيه ديت، اهم حاجه في الماتش ده ان انت ما تبقاش عايز تقول للناس انا جون جامد يا جماعه. انا بقول لك اهو، هو في فرق ما بين انت، فكانت واصله لك انا مش هعمل ان انا الحمد لله جامد. انا كده كنت واثق، انا الحمد لله واثق في نفسي الحمد لله، اللي هو انا مش محتاج اثبت حاجه. انت كده كده عارف ان انت الحمد لله كويس، وكده كده عارف ان ربنا هيكرمك وعندك حسن ظن بالله ده كبير، فايه اللي هيخليك تقلق؟ فاهم قصدي؟ مفيش حاجه تخليك تقلق خالص. فبقيت اللي هو نازل فيه عشان برضه ابقى امين، وانا في الاول وفي الاخر بني ادم يعني، مش هقول لك بقى ان انا جامد اللي تفكيري كله صح. بيجي لي النيجاتيف توتس كده اللي هو افكار سلبيه، انت لا انت ممكن يحصل حاجه انت مش عارف، بس هي كلها ما بتاخدش وقت، انت بتطردها من دماغك عشان انت بتبقى خلاص اوريدي مركز
وحط نفسك في مود التركيز. كابتن بيتكلم معاك كابتن شوبير؟ والله مش كتير. مش كتير؟ مش كتير خالص. انا عارف ان هو بيبقى زي ما الناس فاكره يعني. لا انا عارف ان هو وده بحكم حتى كمان رؤيتنا ليه في الاعلام، انه كان دايما بيتكلم مع كابتن اكرامي انه يبعد عن شريف اكرامي. فعرفت ان هو برضو عنده نفس المدرسه بيطبقها معاك، ان هو فاصل بيحاول ان هو على قد ما يقدر يعرف يسيب لك مساحتك في التفكير. ده حقيقي فعلا جدا 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 فوق ما انت تتخيل. ممكن الناس لو قلت الكلام ده بيبقى غريب عليهم، بس هو فعلا يعني مثلا برنامج زي النهارده ده، ايه هتعمل النهارده؟ قلت له ده انا عندي كذا كذا كذا. بجد؟ طيب بالتوفيق. مش بقى اللي هو اروح رايح جاري، او هو يبقى عارف من قبلها. مش شرط الدنيا صح. تبقى كده. هو سايب لي المساحه دي وهو بيثق فيا جدا، عشان الحمد لله عارف ان انا هبقى صريح معاه في ايا كان ايه اللي هحكيه. صحيح. فما عندوش هو الحته دي بصراحه يعني. ايه رايك ناخد بقى شويه من اسئله الناس وتعليقات الناس. مصطفى شوبير في جمهور الثالثة، أشرف المرسي بيقول شخصيتك ظهرت في فضل الاحتكاك ما بين الحكم والسلية وبعض زمايلك بسبب الكرة التانية اللي دخلها لاعب المنافس. لما يكون أصغر لاعب في الفريق وتصرف كده فأنت كابتن كبير، توكل على الله بإيمانك وعزيمتك هتكون حارس مرمى مصر الأول وحافظ على نفسك. في كمان مصطفى نجار، برافو يا درش، استمر ودايما موفق ان شاء الله. الفاول اتشاط في ماتش الوداد كان جرأة كبيره انك تاخد قرار بمسك الكوره. احنا هنتكلم على كل اللقطات دي يا جماعه. انا عايز اقول لكم على حاجه، ما فيش لقطه هتفوت الماتش النهائي ده، لانه كان في زمان برنامج عظيم جدا في القناه الثالثه كان اسمه قصه مباراه. فهي قصه مباراه، والنهارده هي قصه مباراه مصطفى شوبير وبطولته يعني. طيب عبد الرحمن بيقول احلى مسا على مصطفى شوبير، عايز اساله الكره اللي مسكها من ضربه حره انت متعود عليها ولا لا عشان انت وقعت قلبي؟ طيب اما وانه الناس كلها بعتوا لنا كل الاسئله اللي انتوا عايزين تسالوها لمصطفى شوبير، اما وانه حضراتكم بتسالونا على كل اللقطات دي، فبعد الفاصل انا هجيب لحضراتكم كل اللقطات اللي مصطفى تصدى ليها في المباراه النهائيه واحده واحده عشان نبقى ماشيين في المباراه مع حضراتكم. سؤالنا النهارده ما تنسوش في سبوتيفاي قبل ما اروح فاصل، ما توقعاتك لنتيجه مباراه مصر وغينيا في تصفيات كاس الامم الافريقيه؟ هتجاوبونا، واللي هيجاوب هيكسب معانا سبيكر من سبوتيفاي مع ابراهيم فايق في جمهور التالتة. 2-0 للاهلي، 2-0 للمنتخب ان شاء الله. 2-0 لمنتخب مصر، ده مصطفى شوبير يا جماعه. سبوتيفاي من فضلكم لو طلع السبيكر هنا عند دش عشان بس نبقى يعني نقاول عليها من دلوقتي. طيب الجائزه بقى بتاعت توقعات ماتش الاهلي، دي توقعات ماتش الاهلي. خد بالك، الف مبروك طبعا للفايز معانا محمد سيد صدقي الفايز معانا في مسابقه سبوتيفاي، وكان عندنا فايز كمان في الحلقه اللي بعديها. ايوه برافو عليكم، الف مبروك محمود عز الدين، الف مبروك يا محمود، ويا رب دايما كده موجودين معانا في البرنامج. ابعتوا كل الاسئله اللي انتوا عايزين تسالوها لنجم حلقتنا النهارده مصطفى شوبير بعد الفاصل. خليكم معانا وحوار، اديكم زي ما حضراتكم شايفين هو ده اللي انا كنت بتكلم عليه قبل المباراه. العقلية بتفرق كتير جدا جدا، تربية اللاعب داخل النادي الاهلي بتفرق كتير جدا جدا، عشان كده بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ربنا يحميه من الاصابات والعين. 23 سنة انت قاعد قدام شخصية متزنة. نروح لفصل وبعد الفصل نرجع نكمل كده. التصويب والصدر حلوة، ممتاز يا مصطفى شوبير يا ولد يا ولد، وكأنه بلوك كرة طايرة مصطفى شوبير، وكأنه بلوك على الشبكة. هما التصويب والصدر، الله عليك الله عليك يا وحش. مصطفى شوبير يطير ويحط على شباكه من هدف التقدم. يا الله يا الله، خطيرة جدا، نقلة نوعية كبيرة جدا في مشوارك يا مصطفى يا ابن النجم الكبير احمد شوبير. مصطفى شوبير يتصدى الكورة، مصطفى احمد شوبير، مصطفى يا مصطفى، غاب الشناوي فحضر شوبير. شوبير جاب راجل وحارس عملاق، هذه كرة بطولة، هذا شوبير من بطولة، مش ممكن مش ممكن يا مصطفى. مصطفى ممتازة، ربنا معاك ويحميك، ربنا معاك ويحميك ويحفظك يا مصطفى يا احمد يا شوبير.
ثانيه واحده ارجعوا كده هاتوا لي اللقطه دي كده، وعايز مصطفى هو بيبص عليها. انت متخيلها في يوم من الايام حلمت بيها اللقطه دي، بان انا شارك بالطريقه إن دي؟ انت تشارك بالطريقه دي مش بده، ما انا عارف ان انت ده عندك منهم ثلاثه. ده الحمد لله الثالث، بس بمشاركه ده يعتبر الاولاني. ايوه بالمشاركه دي احساس انك عندك دور عبقري. حلم طبعا، حلم طبعا. وحد اداني نصيحه حلوه قال لي لازم تبقى فخور بنفسك ان انت شاركت في حاجه زي دي. صحيح. ولازم تشكر ربنا ان هو اداك الفرصه دي. وبجد انا اصلا ليا زون دايما بحب اسمع منهم وبحب اخد رايهم، يعني بيبقوا مرايتي دايما، لان ساعات برضه انت ممكن تبقى طايش تشوف نفسك شويه تحس ان انت مش عارف ايه، فلازم الناس تلحق كده تلحقك قبل ما في انت محوط نفسك بالطيبين. لازم مختارهم للمواقف اللي شبه كده. طبعا انا اهم حاجه بالنسبه لي مش مهم وضعهم ايه، انا اهم حاجه ان هو لما تبقى لقطه زي دي يبقى مبسوط لك بجد، مش ما عندوش حته اللي هو يبقى مش عارف شايفك احسن منه، شايف طالما هو من هنا كويس ومبسوط لك بجد. لا انا اعتمد عليه في اي حاجه عادي. دايما بيقول لك اللي عايز ينجح يحيط نفسه بالناجحين، اللي مزبوط. عايز يبقى له حيثيه وله قدر يصاحب المحترمين. مزبوط. لما البيئه دي انت بتخلقها حوالين نفسك بتعرف تساعدك ايا ما يكون هو ايه مجالك. صح. يعني صح مظبوط. انت ده لمسته في المواقف اللي شبه كده. انت بتتاثر بتتاثر بالناس اللي حواليك. في حد في اللي يهمدك، وفي اللي ياخدك يشدك، في اللي ممكن انت قاعد مثلا لو مكسل النهارده يقول لك لا يلا نخش الجيم، وفي واحد تاني يقول لك يا عم جيم ايه النهارده حلواني كده، ماشي اليوم عادي يعني تمرينه وبكره نبقى نتمرن. صحيح. تعالى بقى ايه، بص بس يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بادئ زي بدء الكوره بتاعت ام بي دي تاريخيه، يعني اللي هي الكوره اللي انت شلتها بتاعت سيراميكا، اسف هما الاثنين كانوا لابسين زي بعض. سيراميكا الكوره اللي هي بتاعت صلاح محسن اللي كنا بنتكلم عليها دلوقتي. الكوره دي ادت انطباع كبير للناس ان لا في امان، الحته دي فيها امان. مش سهله يا مصطفى خالص. هو توفيق الحمد لله يعني. انت انا الاول انت لعبت عالي شويه بحيث ان انا ابقى قريب ورا المدافعين، عشان لو الكوره عدت ابقى انا اقرب من صلاح. بس صلاح طبعا ما شاء الله عنده سرعه كبيره جدا. لا الحمد لله، لا فيها توفيق صراحه يعني، الحمد لله ربنا كرمني فيها، لعبت معاه صح. وبعدين هي كانت بتنط، فلو كنت بدات تحت شويه كانت تبقى سهله ان يحطها من فوقيه. فانا الاول اديته الايحاء ان انا هبقى تحت، وبعد كده رفعت جزئي لفوق بحيث ان انا الحق الم فوق على قد ما اقدر. صحيح. والحمد لله كانت ممكن عادي تيجي في ايدي وتدخل مثلا. فانا بقول لك هي فيها توفيق طبعا الحمد لله، ربنا عملت اللي قدرت عليه وربنا كرمني الحمد لله. في ماتش النهائي ليك اكتر من لقطه مضيئه، انت موجود في المباراه، انما الناس كلها الكوره دي تاريخ. عايز اعرف انت في الملعب شفت الراجل خلاص رايح عليك جون خلاص ده جون، بص ايه اللي جه في بالك عشان تعمل كده يا مصطفى؟ انا هقول لك، انا رسمتها برضو، انا كنت اتفرج عليهم كويس قوي. فالمهاجم سامبو دايما 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 يحب يجي من ورا المدافعين ويلمس للي جاي، هو قوي جسمانيا جدا. فاول ما لقيت كان خلاص سامبو هنا الفرود، وابتديت المح ان في واحد تاني مش لابس احمر اللي هو فريق الوداد، والاثنين المدافعين بتوعي، هو الطبيعي بيبقى واحد ماسك وواحد بيغطي. فالاثنين خلاص احنا اتضربنا ان الاثنين بقوا في كوره واحده ومفيش حد، فكان لازم خلاص ارسم الكوره في دماغي. فانا رسمت ان هي اتلعبت واستلمها وشوط من قبل ما سامبو يلعبها بدماغه، وعملت التكنيك ده. فاول ما استلم اول ما سامبو عمل كده كنت انا واحده واثنين وقفلت على قد ما قدرت بايديك ورجليك، كنت بترمي بقى وعلى الله تيجي في اي حته تيجي المهم ان انت انت متاثر برضه بنوير شويه. ايه متاثر بنوير؟ كلنا طبعا متاثرين بيه. كلنا متاثرين بيه، بس هو لا اسطوري. هو مش كل كوره بيعمل فيها دي. احنا بس انا كان عندي المشكله دي برضه، ان كل كوره عايزين نعمل دي، لا مش كل كوره بيتعمل فيها اللي احنا بنسميها النجمه. يعني ايوه النجمه، برافو عليك، احنا بنسميها النجمه. يعني الكوره اتصدت بستايل حلو بانفراد، فدت اديتك بقى ادت للناس انطباع قوي. انت في الملعب بقى احساسك ايه بعد ما الكره دي ما اتشاط؟ واقرب واحد ليك ياسر ابراهيم قال لك ايه بعد الكره دي ما اتشاط؟ لا ياسر هو هي اصلا بتتشاط، هو راجع بيغطي معايا. فبعد ما طلعت عمال يقول لي يا ولد بعد كده اتلعب التاني، جت كورنر فالكره كانت خبطت، فكنت موجوع شويه. فياسر جالي وكله وكل الفرقه جالي ان كويس وبيشجعوني، بس في وقت ما ينفعش تدي اللي هو الايه انت عالمي انت لان انت لو اديت الاحساس ده انا ممكن غصب عني اللي هو لا ده انا كويس فعلا. فتيجي الكره اللي بعدها هوب. صحيح. لازم محتاجة تركيز، محتاج تحافظ على ده، ما تعيش قوي مع الكرة اللي انت صديتها، لازم ما تاخدش منك وقت كبير. طيب دي واحدة. التانية صعبة قوي يا مصطفى، الضربة الثابتة. لا دي صعبة قوي يا مصطفى، يعني كونك ان انت تاخد تختار ان انت
تمسك الكرة بالشكل ده ولا انك تصيد نفسك فتقوم مطلعها من ورا الجول او تديها بوكس يمين او شمال؟ ازاي جه في بالك ازاي الاختيار ده تحديدا؟ انا وقفت الحمد لله صح في مكاني، وانا كنت اتفرج على يحيى عطية الله منتخب المغرب، كنت اتفرج عليه كويس قوي. فهو دايما هم اصلا لعبهم دايما على الكور الثابته من الحتة دي، حتى الجول اللي جه فينا في الماتش اللي فات. انت اصلا مذاكر الضربات لازم تتفرج على الفرقه، لازم تقعد تتفرج على الفرقه، لازم ده اجباري عشان تبقى عارف اللي هيلعبك ايه. ما هو لو يعني واحد زي ده فانا مش بس عارف. مجرد تعليمات، انت نفسك انت بتعمل الهوم ورك بتاعك، الشغل بتاعك كده انت. انا عايز اتعرف مين بيعمل في المحاضره ايه؟ معانا محلل اداء بنتفرج على الحاجات دي. بس في حاجات بقى زياده انا بدور عليها اكتر، اتفرج على ماتشات اكتر، اشوف الكور الثابته بيعملوا فيها ايه. فيحيى عطية الله هو مميز فيها، برجليه الشمال دايما بيلعبها، وبيلعبها قوي في اتجاه الجول. بس انا كان عندي انا كيكه بتلعب على الكوره لاخر لحظه، والافضل ان انت ما تتحركش بدري عشان ما تلعبش في زاويتك. انا كان عندي يقين ان هو هيلعبها هنا، لان عارف انت لما تلعب فرقه مثلا اللي هو ده الجول الثالث اللي هيلعب ده هيبقى مهزوز هيبقى كذا، فيبقى عايز يحطها لك بزاويتك عشان هفكرك هتجري مثلا من فوق الحيطه، وممكن تحصل في يوم من الايام عادي ويخونك تقديرك ان انت هتتحرك بدري. بس ده مش صح، كل التوقعات دي في دماغك، كل ده بتبقى لازم احطه في دماغك. فانا مش هتحرك الجول الثالث فتمام يعني. قال له لا شوت، طب نشوطه جامده ممكن يعمل فول وتقع على اي جول في الدنيا، مش شرط يكون جول ثالث. برافو عليك. بس الطبيعي لما بيبقى في جول ثالث مثلا بيلعب، ساعات بتقول انه ايه، ممكن يكون مفتقد للثقه، ممكن يكون بقاله كتير ما بيلعبش، عايز تشوط جامد وفولو، عايز تشوطها بند وفولو، مش شرط عشان جول ثالث عشان اي حاجه. بس في اغلبيه الوقت بتحصل كده. لما شاطها فانا الكره هي طالعه كانت سرعتها يعني مش بطيئه، هي الكره كانت سريعه. والكره دي اصلا الامر دي دايما بترقص يعني، ما بتروحش طريقها. خدت قرار ان انا همسك خلاص، هي مسك. لو كنت قلت مسك وحاجه ثانيه انت مسكتها كده، ما انا بقول لك لو كنت قلت مسك وحاجه ثانيه كانت هتقع يا قدامي او في الجول. كان لازم قرار واحد الحمد لله، ولا اي حاجه ولا فول ولا اي حاجه. الحمد لله ما انا بقول لك الحمد لله انا خدتها، الحمد لله ربنا كرمني. اول ما وقفت انت وقفتي رحت واخدها ونزل بيها. وبعدين في حاجه كمان، ان دي كانت اخر كوره في الشوط. ايوه، فنسبه الريسك ان انا قلت لك ان الوداد كويسين في الكوره الثابته. ايوه، فان انت تحط الكوره كورنر فييجوا عليك في كورنر. أيوة. فيبقى في ريسك ان انت يجي فيك جول في كوره ملهاش لازمه، كوره اخيره في الشوط. أيوة. والشوط خلاص خلصان، فانا لعبت ايد ورجل الحكم صفر. هتشيل مسؤوليتها؟ مش هشيل مسؤوليتها، انت كده هتبقى شلت كوره كويسه وتمام. بس اللي هو انت ممكن تسهل على الفرق. ليه؟ وعملنا بيها مرتده وخدنا اوت، الحكم راح مصفر. اعكس بقى الفكره لو كورنر وكده كانت مضبوطه. صحيح، برافو عليك. قالوا لك ايه على الكوره ديت؟ لا كانت حد كلمني فيها، بس طاهر قال لك ايه؟ طاهر جالي قال لي انت مجنون؟ قلت له ايه؟ قال لي ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي ايه؟ ما بتعملش كده. قال لي خطر جدا، قال لي خطر جدا. قلت له ما اعرفش طاهر، هو بقى انا خدت القرار ماسك فهمسك. صحيح. فقال لي قال لي لا قال لي قال لي خطر، قال لي انا حتى انا كنت بتكلم انا وميشيل يعني بيتكلموا في عمالين يوصفوها. فبيقول لي قال لي مش عارف يعني، قال لي وجينا تاني يوم في التمرين فجبت له صوره كان ليها صوره ليها من ورا الحيطه فالمسك، فلما وريتها له قلت له ترى انت عندك حق، خطر جدا انا كان لازم اطلعها. فقال لي قال لي لا قال لي صعبه جدا. مبسوط يا مصطفى ان انت عايش ما شاء الله عليك، عايش التفاصيل كلها بتاعه الماتش وحقيقه انت حلمت بيه قبل كده، وشايف السيناريوهات بتاعته وتتفرج على اللعيبه. طب تعالى بقى اروح معاك لكره اتخلع قلوبنا فيها، اللي هي اللي انت طلعتها جت في القايم. لا ما طلعتهاش، ما لمستهاش. ما لمستهاش دي اللي طلعتها دعوه امي. دي الاول، دي الاول، دي الكره دي. دي لا دي بعد العرضه تقريبا. دي بعد العرضه. دي بعد العرضه. اللي قبل العرضه اللي جت في العرضه ولفت. أيوة. دي انا بقول لك دي دعوه امي. ما تطلعش غير كده، لان هي طبيعي. ما لمستهاش؟ لا ما لمستهاش والله. ما لمستهاش، هي الطبيعي ان هي لما تخبط في العرضه في الخبطه اللي هنا دي. انا قلت هتدخل جول يعني، انا وانا رايح انا بقوم بسرعه يمكن ايه اهي هي دي. فقلت جول. دي دعوه الحجه؟ لا طبعا دعوه الحجه، انا ما لهاش مبرر تاني بالنسبه لي. أيوة. يعني هي دعوه الحجه تك، وبدل ما تلاقي هتلاقيك على طول. على طول الحمد لله. قالت لك ايه قبل الماتش؟ بتقعد تدعي لي قد كده وتبعت لي ادعيه قد كده. لا الحجه أيوة. بس احنا ما بنتكلمش يوم الماتش يعني، يوم الماتش نفسه ما بنتكلمش، ما بتكلمش مع حد يوم الماتش من العيله. اختي بس اللي بتقعد تبعت لي ادعيه. بيبقى انا حتى باخدها لازم اقراها. هند ولا سلمى؟ هند بعت لك ادعيه. لازم اقراها. يبقى لازم اقراها قبل الماتش. والكابتن قبل الماتش ده كابتن شوبير قال لي كلمه لذيذه كده. انجوي بس كده. انجوي بس. بس كده. اتبسط. قال لي انجوي. فادالك احساس انه انجوي. هتبسط. يعني العب ماتش. دي كانت واحده من الكره الطيب. الكره دخلت هتقولي اللي بعديها بقى يا شباب، هتقولي اللي بعديها دي خلاص، دي خلاص ما دي اللي قلنا عليها كانت في القايم وخرجت.
وفي دي برضو انت كنت قافل فيها الزاويه جنب القايم ولمستها، بس جريت خدتها ولعبتها بسرعه عشان برضو مش عايزين كورنر وبتاع. ماشي حالك، مش ناقصه ايه. اللي بعدها كره الجول بقى، كره الهدف. اول لما الهدف ما دخل في قلق حصل، وبعدين تحس ان الكره فوتوشوب، يعني كلنا احنا قاعدين بنتفرج على الماتش يا جماعه ده مش جول، هو الحكم هيصفر يقول اي حاجه بس الكره دي مش جول. تحس ان في حاله صدمه حصلت، في حاله صدمه، حاله سكوت في الاستاد كله. عدت عليكم ازاي؟ وقعنا فيها للاسف. يعني هو مبدئيا، بس انا ضد الناس تقول لك ده غلطه فلان او غلطه علان. هو طالما جول جه فيك هو غلطتنا كلنا من اولنا لغايه اخر واحد، اكيد في حاجه احنا عملناها غلط. الشكل اتغير بقى في الدفاع، في حاجه حصلت غلط خلت الجول يجي فينا. ايوه. فالجول اكيد صعب واكيد كل حاجه، بس بعد ما دخل كده كلنا جالنا احساس اللي هو ليه يخش فينا جول، وفضلنا سرحانين معاه شويه. بس بعدها خلاص، يعني حتى احنا بعد الماتش عمالين نقول لنفسنا يا جماعه احنا ما خسرناش، احنا كسبانين 2-1. يعني احنا كسبانين 2-1. لما كلام ما حدش يتضايق، خلاص هو 2-1 وده اللي مكتوب، هنروح هناك هنجيب جول وخلاص وهناخد البطوله برده. فكان عندنا يقين ان احنا هنجيب جول هناك، حتى ما بين الشوطين في الماتش اللي هناك كنا بنتكلم مع بعض ان احنا هنجيب جول، محتاجين نهدى شويه وهنجيب جول. تفصيله بقى الماتش امبارح ده، دي تفصيله في حد ذاتها، النهائي بقى ده حاجه عظيمه وعبقريه جدا. بس قبل ما اتكلم معاك فيه خلينا ناخد شويه من تعليقات الناس. عبده احمد، كابتن مصطفى حارس كبير وان شاء الله هيبقى حارس منتخب مصر والنادي الاهلي ومشرف شعب مصر كله. ادهم بيقول كل الشعب الاهلاوي في انتظارك يا اوفا. ومحمد بيقول بصراحه عالمي جدا، وانا عن نفسي بعد الصد بتاعت صلاح محسن وكمان في مباراه الوداد ان شاء الله مصطفى هنشوفك في نادي اوروبي. الاهلاوي بيقول لك ابن الوز عوام، وابن شيخ العرب بيقول لك بالتوفيق والنجاح يا غالي يا ابن الغالي. وممكن اعرف اضافه شوبير، كابتن شوبير الكبير ليك في تكوين شخصيتك في الملعب. مدحت البرنس بيقول لي قول لي انت عملت ايه النهارده، ايه اللي حصل في المطار ده هنتكلم فيه. ماشي. في كمان فادي بيقول اوفا مستقبل الحراسه بمصر. الفارس بيقول الف مليون مبروك. برضو بيسالك بيقول لك تعلمت ايه من الكابتن احمد شوبير. حنين ياسين تحياتي وما شاء الله عليك يا مصطفى، ربنا يحميك وان شاء الله مستقبل حراسه الاهلي في امان. وحط لك صوره هي واولادها بتقول انا خليتهم يتصوروا معاك من كتر ما هي ما بتحبك وفخوره بيك. طيب اخدت ايه الهاشتاج ترند رقم كام يا شباب؟ هاتوا لنا الهاشتاج ترند رقم 2 على تويتر مصر. ماشي كده. واللي رقم 1 هو الاهلي. مش هنروح كده، خلينا الاثنين النهارده في بيتها يعني. الاهلي رقم 1 ومصطفى شوبير في جمهور الثالثه رقم 2. طيب كابتن شوبير، والاسئله اللي جات لك دوره ايه معاك؟ نفسي اكتر. مش قصه نفسي، قصه ان انت افصل بقى عن الكوره. هو والدي. ايوه. فتعالى بقى في الحته بقى اللي هو والدي، هي دي بقى. نرجع بقى للتربيه ونرجع للاصول وبيزرع فيك مبادئ وحاجات معينه والحمد لله. يعني ابويا وامي ليهم فضل كبير، مش فضل كبير، هم اللي هم السبب في ان انا قاعد قدامك دلوقتي الحمد لله، وربنا يخليهم ليا. بجد يعني ليهم دور كبير جدا. عايز اقول لكم امي اصلا كنت بتتفرج على ماتشاتي، او بتتفرج اللي هي بتقعد تجري وتروح ومش عارف ايه. بقت صعب تتفرج على الماتش. لا تنشن بيجي لها. بتنشن قوي قوي. صعب أوي. كمان في ماتش برضه الاحساس. خد بالك انا الاول لما بشوف حتى اولياء الامور، انا ما كانوش بيقولي خالص ولا ابويا ولا امي خالص من زمان. محدش بيقولي. انا كنت كان معايا سواق، كان بيجي لي عم عبد المنعم الله يرحمه، يعني الله يرحمه، وكان بيجي على طول بيوديني النادي وبيجيبني تمام. ما كانش حد خالص من ابويا وامي بيجي معايا. فكنت بشوف اولياء الامور اللي هو يعني في ناس كانوا بيبقوا تهدين شويه، الباقي بيبقى مجنون، وناس ثانيين اللي هو بيوجه اللعيب باصي هنا انت ما ينفعش تعمل معاك، من وجهه نظر يعني. لما ياثر عليه بالسلب اكتر. طبعا والله بيحطه تحت ستريس حرام. مش بيديله دعم اكتر؟ لا، هو الدعم ان هو يشوفك واقف في ظهره ويشوفك بتشجعه، ده تمام. بس ان انت بتديله تعليمات. طب ما انا هسالك سؤال، لو ده اللي هو ده التوجيه. طب لو المدرب قال لي باصي هنا مثلا، او مدرب بيقول لي عايزين نعمل 1-2-3، ولقيت ابويا بيقول لي اعمل 1-2-3، على ما قول لي بقى، وابويا يقول لي اسمع كلام المدرب بره، ولما انزل ايوه صح، هيحصل له هنا ايرور. فاهم؟ دي ده في كاس العالم انديه. كاس عالم، في كاس العالم انديه. طيب هروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل معاك الحوار الممتع. بس بعد الفاصل احنا هنروح لمباراة النهائي، وهنروح للقطات مضيئة جدا جدا في مباراة النهائي وما بعدها كمان. بتكلم على مباراة العودة، لانه حصلت لقطة ما تحصلش غير جوه النادي الاهلي. بعد الفاصل خليكم معانا. الهاشتاج بتاعنا هو مصطفى شوبير في الجمهور الثالثة. لما نرجع هنقرأ من الهاشتاج بتاعنا.
لسه مكملين معاكم بحوارنا الممتع مع مصطفى شوبير نجم النادي الاهلي الصاعد المتالق. وبعدين عايز اسالك في نقطه مهمه، ليه لابس التيشيرت بالمقلوب؟ ليه اخترت ولا هو ده عدل وانت كاتب؟ لا انا لابسه، كنت فعلا لابسه مقلوب، حتى كله كان بيقول لي انت لابسه بالغلط، قلت لهم لا انا لابسه كده صح. ليه؟ كنت حابب ان اسم شوبير يبقى موجود يعني في الصوره بس. انت اخترت اصلا كمان الاسم يبقى شوبير مش مصطفى؟ هو مكتوب زي ما مكتوب في اعتقد في مش عارف الباسبور ولا في ايه، بس هو بيبقى كده. حتى انا ما بحبش اكتبها بنفس السبيلنج دي، بس عادي، هم مش فارقه ايه يا اربع كده، بس عادي يعني. فانا كنت حابب ان اسم شوبير يعني يفضل موجود، تكمل الحلم بالظبط كده بتاع كابتن شوبير، وهو هيتبسط من حاجه زي دي، فحسيت ان انا هتبسطه، فعشان كده عملتها. ولما كلمته بعد الماتش قلت له قلت له عامل كده عشان خاطرك قلت له كده عشان خاطرك. خليني بقى اسالك، نرجع تاني للمباراه، خلاص احنا هنلعب المباراه الثانيه، مباراه صعبه والاجواء مشدوده والاجواء مشحونه، الناس تتوقع الشناوي هيلعب، لا مصطفى هيلعب. عرفت منين ان انت مش هتلعب؟ كلام اتقال في الوقت ده يعني، والماتش خلاص مصطفى شوبير خرج بره القايمه، الحق مصطفى اتخانق مع كهربا، مصطفى اتخانق مع اتخانقت مع ثلاثة أو أربعة تقريبا. اتخانقت مع كهربا واتخانقت مع الشناوي. لا طبعا. ليه بتتخانق مع ده؟ أنا مش عارف. بلطجة طيب. هما بيفتروا عليا. طيب إيه اللي حصل؟ لا هو لا معرفش بتاع الكهربا دي، في واحد بس صاحبي بعتها لي بيقول لي أنت اتخانقت مع كهربا. كانت الساعة كانت أصلا 4، أنا كنت هصلي الفجر وهنام، فاللي هو فأصلا قلت له بقول لك يلا أنت شكلك عبيط، والله العظيم أنت قلت له شكلك عبيط وخفيف، فاتكل على الله عشان إيه أنا إيه مش قادر. احنا في النهاية يا ابني الله يستر. يا عم اتكل على الله مش وقت. ماشي. بتاعت كابتن الشناوي دي أنا عرفتها عن طريق كابتن وائل جمعه. واحنا والماتش في اثناء الماتش فلقيت كابتن وائل جمعه بعت لي بيقول لي الناس كاتبه 1 2 3 عشان انت خرجت بره القايمه، عشان بره القايمه خير في ايه؟ انت فعلا حصل مشكله، انت فعلا عملت مشكله؟ قلت له يا كابتن ولا اي مشاكل، قلت له اللي حصل، جينا على الفطار الصبح خلصنا فطار، الراجل قال لي عايز اقعد معاك، جابنا كلنا قال لي 1 2 3 والنهارده، وانت عملت ماتش عظيم في القاهره، بس النهارده انا شايف شوف تاخد شوف تقلبها. لا انا بقول لك ما تسلقها لناش عشان ده موضوع. قال لي ان انا من وجهه قال لي انا يعني انت عملت ماتش كويس جدا في القاهره ولعبت ماتش مش سهل، مش اي حد يلعبه منتلي وكل حاجه، قال لي ادالك حقك المعنوي بصراحه يعني. وقال لي بس النهارده قال لي الشناوي اللي هيلعب، حافظ الالقاب طبعا كابتن الشناوي اللي هيلعب، قال لي ان هو يعني اكسبرت وعنده من الخبرات، محتاجين الخبرات بتاعته النهارده، وقال لي وهيبقى كابتن علي لطفي على علي لطفي يعني على الدكه. فمش هحكي الحوار بالظبط من غير القاب، هو عشان عايزه بالظبط. ماشي. لأول مرة يا جماعة عشان حضرتك تبقوا سامعين الحوار وشايفين. رحت قلت له رديت عليه وقلت له يا كوتش تمام، ودي وجهة نظرك، طالما انت شايف ان دي وجهة نظرك صح، لو ده قرارك فانت تمام، خلاص انا في ظهرك فيه حتى لو على حسابي، لان طالما انت لاحظتها مصطفى. قلت له كده زيته صدمه قوي، ان الواحد عنده احساس انه ممكن يبقى موجود، وبعدين كده انت كمان مش تبقى موجود، انت خرجت بره القايمه كلها على بعضها. يعني الصدمه الوهله الاولانيه دي، انت عارف الوش بيغير شويه. في الاول اللي هو اول ما قال لي كده، فاللي هو خلاص تمام، احنا عندنا ماتش نهائي فنعدي الماتش، وعندنا ماتش وخلينا انا مش هعمل كده. لا انا كده كده مش هعمل حاجه اصلا يعني. حتى لو مش هعمل حاجه، برافو عليك. فاللي هو كل اللي هو اللي حصل اول ما قال لي كده، رديت عليه قلت له كوتش لو دي وجهه نظرك فانا معاك فيها، خلاص لو انت شايف ان ده الصح فتمام انا معاك فيه. ونفس الكلمتين دول كنت قلتهم لكابتن شوقي غريب لما استبعدني من المنتخب الاولمبي.
يعني الحمد لله كان كل اللعيبه بتقول لي انت هتبقى موجود لان انت تستحق وبتتمرن كويس وبتعمل. جيت راح مناديني قال لي بص القايمه متاخره لغايه دلوقتي عشان خاطرك. قال لي يعني احنا لسه ما بعتناش اسامي كل ده احنا واقفين عليك. كانت بينك وبين حد بس في الاخر احنا فضلنا الحد عليك. قلت له يا كابتن طالما انت شايف ان ده الصح وده قرارك فانا معاك فيه خلاص لان انت مدير الفني. طب ما زعلتش ان انت مش هتبقى موجود في مباراه العوده في النهائي نهائي افريقيا؟ لا اكيد طبعا زعلت. لو ما زعلتش يبقى ما عنديش دم اصلا. ما ينفعش يعني انت في فرق ما بين حد يزعل انه يقلب وشه ويبقى نفسيته مش كويسه لزمايله والحاجات دي وده بيبقى شخص منبوذ اصلا مش صح. منبوذ ها يبوظ التيم طبعا. لو انت عندك حد زي ده بيبقى لازم تعمل خلاص اكس عليه لان لو حد ده بيعمل يعني اجواء سلبيه في المعسكر وده مش صح. فانت لازم انت انا اسال سؤال كابتن شناوي وكابتن علي بلاش اعكس الايه. لما انت لعبت انا ذنبي ان انا اشوفك انت ضارب لي بوز وبتعاملني وحش؟ انا مالي وانا اللي بلعب نفسي هو الكوتش قرر كذا كذا خلاص فانا اروح اقوم رايح بقى لعلي لطفي انت مش عارف ايه ولا الكابتن شناوي ولا انت شناوي انت مش عارف ايه. لا ده مش صح لان هو ماله اصلا بالموضوع. ملوش دعوه هو قرار الكوتش خلاص. تقبلت الموضوع جدا وخرجت بره القايمه جدا. هم الكابتن قال لي ان انت رفضت تقعد احتياطي فقلت له لا انا هطلع بره القايمه. واللي حصل ان الراجل جه قال لي ان انا معايا فلان وفلان على الدكه وانت هتبقى بره. فده اللي حصل. قلت له تمام احنا معاك يا كوتش دي وجهه نظرك. اللقطه اللي هعرضها لك دلوقتي هي لقطه التتويج والشناوي وهو بيندح عليك بيقول لك تعالى هوريها لك صوت وصوره. يلا بينا. اول مره اسمع تاني مره. ايوه عايز انطباعك انت عن اللقطه دي. هقول لك اللي حصل برضو ان احنا انا كنت بره القايمه فكابتن سيد بلغنا بتوع الكاف بيقولوا لنا ان اللي هيطلع على المنصه 27 لعيب بس. ال 20 اللي كانوا في المباراه في قائمه المباراه لعيبه وسبعه من الجهاز الفني بس ما حدش تاني هيطلع. فاللي هو احنا اللي بره السكور خلاص تمام مش مشكله عايزين طبعا نبقى على منصه التتويج. قال لك بس ليكم ميداليات هتاخدوها ايه جوه. فانا وكابتن شناوي كنا في اخر الصف اصلا كنا عاملين بنتكلم على الماتش وبنهزر في حاجات كده واحنا طالعين فبيقول لي يلا. فقلت له لا ده قالوا لنا كذا كذا كذا. قال لي لا يلا. قلت له هم قالوا لنا كذا كذا. قال لي لا انا بقول لك تعالى. فقلت له كابتن هم قالوا لنا كذا كذا خلاص مش هنعرف نطلع بالعافيه يعني. فعمل اللقطه فراح رايح اول ما خد الميداليه فلقيته بيلف وبيقول لي تعالى. فاللي هو انا ما كنتش متوقع ان هو هيديني الميداليه كده. انا متوقع ان هو تعالى وهنمشي مع بعض في في الممر. فانا عمال اقول له لا خلاص عشان المنظر بس ما يبقاش وحش ان هم قالوا لنا لا واحنا مش عارف ايه. فتعالى عمال اقول له لا خليك انت لابسها طيب عشان خاطر لما لقيته بيعمل لي كده قلت له خليك انت لابسها عشان خاطر وانت بترفع الكاس. فاللي هي تعالى الثانيه دي فلما لقيت تعالى الثانيه قلت خلاص لازم اروح بقى يعني. فروحت رايح راح ملبسني الميداليه فزي ما انت شفت خدته بالحضن. طبعا الحركه ما طلعش غير من كابتن كبير وقائد كبير وانا بشكره طبعا على اللقطه دي. عامله ازاي بصراحه؟ والله حلوه جدا اقسم بالله حلوه جدا 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 والله بجد. سالك معاك جدا والله جدا. وكابتن علي لطفي نفس النظام وحمزه معانا نفس النظام مع كابتن شناوي عشان انت بس السؤال كان عليه. لا علاقه كويسه جدا 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 علشان كده انتوا مساعدين بعض. انا هيكفيني بس اقول لك على حاجه واحده. في واحد ما كنتش يعني مالناش تواصل قوي احنا مش صحاب هو اكبر مني سنا فبيقعد يبعت لي يسلم عليا مش عارف هو صاحب ناس صحابي فيقول لي انا بحبك من حب الشناوي فيك وكلامه عليك. ياه هو قال لي كده. دي شهاده والله يعني. هو قال لي كده. لا ما هي دي خلاص يبقى دي تعرف ان انا بقول لك فلما حد يقول لي كده وده اللي بيتقال في ظهرك. ما هو برضه يا مصطفى ما هي الحاجات دي هي اللي بتدي للناس الاسباب بتاعه. هو مصطفى لما وقف ليه اتوفق؟ هو ليه الاهلي اخد البطوله؟ بالزبط. هو ليه الشناوي توفق؟ هو ليه علي لطفي توفق؟ علشان انتوا كلكم بتحبوا بعض في الاول وفي الاخر تخدموا مصلحتكم. الحمد لله. وكابتن علي لطفي برضه كان معانا في ورايق يعني جميل 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 ورايق وفي مود برضه كده بيبقى بيني وبينه لما الغزاله بتبقى رايقه الدنيا بتبقى حلوه بتبقى ضحك. شريف اكرامي وانا عارف ان انت بتحب شريف جدا جدا, جداً. وعارف كويس ان شريف بيحبك قوي قوي جدا جدا برضه. شريف في يوم المباراه كتب لك تويتر على تويتر. انا عارف ان انت تقريبا ما عندكش اكونت على تويتر تقريبا حاجه كده. عندي اكونت في حد ماسكه بس انا ما بفهمش فيه يعني على بركه الله ما بعرفش انزل الابلكيشن. وانا عمال اقول لك انت ترند ورقم اتنين لا انا طبعا فاهم القصص دي بس ما بعرفش اللي هو افتح تويتر وكده وابقى متفاعل عليه. جربت مره فحسيت ان انا مش معاه قوي فمسحته بقى. العلاقه ما بينك وبين شريف اكرامي وفكره ان هو يبقى بيدعمك في موقف في يوم زي ده شفته ازاي؟ اخويا الكبير
الناس بتشوفه على تويتر ده في قده 3000 مره بيبقى بيني وبينه كواتساب او كده. هو دايما لما بيحصل اي مشكله هو بيسبق وبيكلمني، مش شرط انا اكلمه، اجي انا اكلمه احكي له حاجه، فهو زي عارف انت زي ما تقول اخو الصغير وابن الصغير، هو دايما يقول لي انت ابني. هو طبعا فرق السن كبير وكل حاجه، بس مش لدرجه ابنه، بس هو بيقول لي اللي هو انت ابني، مجازا الاحساس بالمحبه يعني. بالظبط محبه. فهو اخويا الكبير ودايما دايما بصراحه بيدعمني وبيقف في ظهري، بيكلمني كتير جدا جدا. وفي كل الماتشات اللي انا لعبتها في اوقات صعبه سواء كانت السنه اللي فاتت او السنه دي دايما بيبعت لي قبلها دايما، وكمان بيبعت لي والماتش شغال. ودي انا اكتشفتها بعدين واحنا بنتكلم، اللي هو بيقول لي مثلا طبعا وصلت الكوره بعت لك. ايوه ده في الاول خالص، اول جدع من اول جدا. لا 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 جدا جدا. وعشان برضو يعني الواحد يدي كل واحد حقه بصراحه، من زمان من قبل ما اطلع على الفريق الاول بقول لك يا كابتن شريف انا عايز طقم مثلا العب بيه الدوري، تعالى عم سيد عوال اديله كذا كذا، يقوم مديني طقم او واخد جوانتي. فاهم؟ وبصراحه بعمل نفس الحركه مع كابتن شناوي وكابتن علي، عادي باخد منهم جوانتيات وبتاع، بنقلب يعني. امال ايه لازم؟ دي متعة. وبنعلم بقى اللي جاي. او بتعلمه اللي جاي التقليب. لازم. لازم يعني مثلا مصطفى مخلوف يبقى موجود ففي جوانتي يا مصطفى خد انت، لسه تقول لا يا كابتن وشكرا ربنا، شد يا باشا الجوانتي، شد يا باشا واخلع. لسه تقول لك شكرا. الحته بقت بكام دلوقتي؟ لازم. لا انت بتاخده جوانتي، هو مش بيبيعه بيلبسه. لا لا انا بسالك هو الحته بكام دلوقتي؟ بكام؟ غالي بقى فيعني بقى بلخضه. لا الجوانتيات واسعار الجزم فعلا عاليه قوي. انت سعر الجزمه دلوقتي بسعر جزمتين زمان. فخلاص بقى بتاخد حاجه. خليها بقى خلاص زي الفل. يعني دور الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره معاك عامل ازاي معاك تحديدا مصطفى؟ هي انا بشوف ان هي اصلا مسؤوليه صعبه. الشغلانه بتاعت مدير الكوره دي صعبه، انت مطلوب انت مسؤول عن كل ده وتلم اي مشكله بتحصل وبتبقى جنب الناس دي وجنب الناس دي، فالموضوع بيبقى مش سهل بصراحه. كابتن سيد بيتكلم معانا كتير وبيدعمني كتير، حتى برضو ساعه ماتش اللي هو الوداد شاور، وانا افتكر على طول الوداد اللي فات الوداد ماشي ده امبارح ماشي. بس احنا الايام كلها بقت شبه بعض يعني. فبيقول لي كنا داخلين اوضه المحاضرات، قال لي في ايه؟ فيها شوبير. قلت له يا كابتن. قال لي ادعم مصطفى شوبير، ادعم مصطفى شوبير. قال لي خير يعني في ايه؟ عمالين يدعموك ليه؟ ما خلاص يعني لسه هنقعد ندعمك تاني؟ ما خلاص. اللي هو بيقول لي يعني احنا عندنا ثقه فيك، ودايما هو دايما بيقول لي كده بصراحه يعني. خلينا ناخد شويه من الهاشتاج ده. عايز تقول حد ابراهيم بيسالك بيقول لك طب بياناتك ايه؟ ابراهيم مصطفى بياناتي المشكله برضه دي كانت غريبه جدا، اللي هو هو بيقول ان انا شتمته يعني. ففلان الفلاني شتمته مصطفى؟ شتم على جيت جنبه، احنا كنا بنحتفل وبنترقص. فلان الفلاني شتمني. فده اكبر دليل ان هو مش عارف هو بيقول ايه او ما كانش واعي، الله اعلم. بص كده انا لبست تيشرت ده انا رجعت بيه القاهره كده، فادي الاسم مكتوب. خلينا نقول ان انت مش عارف الوش، والله ما بهزر. فشوبير مكتوب، وبعدين قال لك ابن فلان الفلاني شتمني. طب انا عايز اعرف ايه اسمه الثلاثي. طب ما ايه اللي انت بتقوله ده؟ الكلام اصلا مش ماشي على بعض، صح ولا انت مش معايا؟ لا انا معاك ومعاك في حاجات كتير للاسف يعني حصلت. ايه ال- 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 الحاجه اللي انت دايما تبقى بتتمسك بيها، او دايما كل واحد فينا عنده سر كده، حكمه بيرجع لها، مقوله بيرجع لها، حاجه بيعرف بيها يعدل نفسه على المسار تاني، عندك حاجه كده شبه كده؟ عندي حاجات كتير كده. عندي حاجات كتير كده، من اول وول بيبر مثلا عندي على التليفون. ايه حاطط ايه الوول بيبر بتاعتك؟ انا بحبها يعني، بس انا شايف في ناس بعتلي مسجات كتير. هنشوف لاول مره مصطفى شوبير قربوا لنا الشاشه. اوديها فين عشان مش شايف؟ اي خليك زي ما انت كده، واحنا نحاول بالكرين نجيبها عندك. التليفون قفل، ادينا واحده كده كمان. ايوه كرين يا جماعه بقى، يلا يا جماعه اسرع شويه، قلنا احنا كده بناخد لقطه سينمائيه. هيقفل تاني واحده. افتح تاني واحده. افتح كمان. تاني. تمام. انا لا نضيع اجر من احسن عمل. يعني ان بسم الله ان لا نضيع اجر من احسن عمل، صدق الله العظيم. دي مرجعي عشان انا بحط اول بيبر دايما عشان خاطر دي المرجعيه بتاعتي. ما بشيلهاش عشان خاطر بحب لما في وقت قلت لك بيجي لك بتزهق فيه، في وقت بيجي لك كذا، فبيبقى لازم انت لا محتاج ترجع بسرعه للمود بتاعك تاني وترجع للبتاع. اخترت ان يكون مرجعيتك قرانيه دينيه روحانيه، اخترتها. انا مش شيخ بقى برضه عشان ما ابقاش بكبر الموضوع والناس تفتكر لكن الصوره كذا. لا ما احنا كلنا كلنا لينا كلنا عايزين نبقى قريبين من ربنا. طبعا بنحاول على قد ما نقدر. يعني ربنا يا رب يكرمنا. مش مثاليين، بس فكره اختياراتنا
بتحدد ملامح الشخصيه بتاعتنا. انا عشان كده بقول لك من اول مثلا ادي والبيبر حاجه بتحبها مقوله يعني بتحب برضو تقراها، في حاجات كتير بتبقى كده بتديك اللي هو ما تفقدش مثلا الامل، هتجيلك حاجات من دي بتديك اللي هي الاشارات دي. مصطفى والله جميل، ربنا يحميك ويحفظك. استاذك نروح لفاصل وبعد الفاصل هنرجع على السبوره، فخليك جاهز بقى معنا. يلا بينا. جاهز. يا حضراتكم مره تانية ولسه مستمرين معاكم في جمهور الثالثه الجاي بعد مع الصبور. اديله في العبد الباسط يا صبور. الله درش. نعم ام لا؟ جوزي الاولاني حصلت على فرصتي متاخرا في الاهلي، نعم ام لا؟ لا يعني هو نصيب الحمد لله جه في وقته. نصيب الحمد لله يعني. ماشي اللي بعد. ذهبت الى المعد النفسي قبل مباراه الوداد، المعد النفسي موجود في الاهلي، نعم ام لا؟ سالته كده سؤال سريع، قلت له وانا لما بيجي لي افكار سلبيه وانا عمال اقول لها لا بصوت عالي، هل انا كده راحت ولا الدنيا تمام؟ لا قال لي لا تمام عادي، فطمنت. كنت بتطرد الافكار اللي بتجي لك على طول؟ بتيجي من شت. عظيمة دينا برضو بنعرف أدوار مهمة الأهلي بيضيفها للعيبة علشان خاطر يخرجهم من الحالة اللي فيها، عشان بس دي هيجي وقتها في يوم من الأيام نتكلم فيها. الأهلي رفض رحيلي مرتين. أكتر من مرتين. حصل؟ أكتر من مرتين. أكتر من مرتين. نعم. تلقيت عروضا من بيراميدز والبنك وفاركو في بداية الموسم؟ نعم. نعم. مصطفى. بس يعني هي بس بتاعت بيراميدز دي أنا سمعتها. سمعتها يعني ما حدش كلمني دايركت. سمعتها في اول الموسم قال لك كذا وهيبقى في استبدال بلعيبه. بس انا ما عرفتهاش. مصطفى اي سؤال محرج بالنسبه لك؟ لا والله خالص هقول لك. قول لي. لا قول لي. لا تعليق، مش عايز اعلق. ماشي. لا بس انا بقول لك بيراميدز ما حدش كلمني اول السنه خالص. ماشي. بس البنك وفاركو حصل. ماشي اللي بعده. ندمان ان قلت مقوله بكره هعرفكم ان ابن الوز عوام، نعم ام لا؟ بص مش ندمان بس انا كنت سخنان يعني، ممكن سخنان. بدل ندمان بسخنان. ماشي. اللي هو كنت سخنان. كنت سخنان وكان حد كده محافظ اللي هو اطلع وقول ويا عم سيبك من الناس وده بالنسبه لي مش صح ان انت تعادي الناس. يا فمن وجهه نظري كضرب يعني الفيديو نفسك. الفيديو بيتعمل بيه حاجات حلوه دلوقتي. بس انا شايفه لا مع ان انت اثبتت ان ابن الوز يعني الحمد لله بس انا شفت انا كنت غير موفق ساعتها ان اقول كده لان والدنيا كانت ساعتها موجه جامده وبتاع فانا اللي هو كنت لا يا جماعه انا قد التحدي وبتاع. الحمد لله الواحد عنده ثقه في نفسه وكل حاجه. بس ما كانتش موفقه من وجهه نظري. اللي بعده. والدي لم يعلم تفاصيل عقدي الحالي مع الاهلي الا بعد توقيعه. دي بتقعد تعمل مشاكل. هو نعم بس دي بتقعد تعمل مشاكل. لان هو لما رجعت فكر قصه سالني بكام وهو قال حاجه ثانيه. هي الفكره مش في الكلام، انا مش البخاري مش فاكر بالظبط اللي اتقال ايه. فهو الفكره بس التفاصيل بتاعت اللي هو طب قالوا لك كام، مش قصه كام، هو الفكره عملته ايه بتاعته اللي هو مضيته خلاص. طب ايه الدنيا بكام مش عارف ايه. فالدنيا راحت ماشي بس تفاصيله كده. هو اصلا بتخش لان انا اصلا لما رحت قعدت لوحدي حتى من غير وكيل. لا لا من امتى بدات تتسجل؟ لا بقى لي حبه حلوين. بدات حبه بقى لي حبه حلوين. ما خد بالك عشان كل الحاجات دي متسجله. لا بقى لي حبه حلوين الحمد لله. يعني اللي بيدخل مش اكبر حاجه وعقدي مش اللي الناس فاكراه ومش خمسه وكده فاهم. بس يعني الحمد لله مستور. ماشي. الحمد لله مش متجوز مش بتاع فالحمد لله مصاريفي كويسه لغايه دلوقتي. ربنا يسترها عليك يا رب. ده اللي بعده. والدتي كانت ترغب ان العب في اي مركز غير حراسه المرمى، نعم ام لا؟ بتقول لي اصل هم 11 مركز، نقي اي عام من ال10 التانيين. اشمعنى ده؟ ده واحد بس. بتقول لي ده واحد بس. تقول لي ما فيش 10 تانيين نقي. بس الحمد لله دلوقتي ان شاء الله تكمل على خير. مصدر فخر ليها. اللي بعده. موسيماني عنف اللاعبين بين شوطي مباراه الزمالك التي انتهت 5-3 وكاننا مهزومين، نعم ام لا؟ حصل. حصل. اللي بعده. صلاح نصحني بالاحتراف الاوروبي مبكرا ودعمني كثيرا. نعم وبشده. نعم. وقال لي روح وامشي وبعدها بفتره لقيته مكلمني لوحده تاني بيسالني عملت ايه في الموضوع بتاعك. بس انا كنت 16 سنه 17 سنه فما كانش عندي الجرأه قوي زي دلوقتي. يعني دلوقتي لو موقف اتكرر لا ممكن ادوس فيه. بس ساعتها كنت اصغر طبعا، تفكير مش زي دلوقتي خالص. فهو قال لي هتتطور بره في حاجات كتير بس يعني الحمد لله ده نصيبي ده رزقي. بس نعم. نعم
ياسين بونو سألك أنت ما لعبتش ماتش النهائي فعلا؟ هو بارك لي بعد الماتش الأولاني بعت لي بارك لي، أنا ببعت له على الانستجرام يعني إحنا عاملين فولو لبعض وكده، اللي هو كنت أقول حاجة بس كابتن ميدو ممكن يزعل، اللهم أنا وصديقي بونو وبتاع فبعت لي بهزر يعني فبعت لي بعت لي يعني لا. بعد الماتش قال لي انا ما اتفرجتش على الماتش بس زمايلي قالوا لي ان انت عملت ماتش كبير، لان هو الوداد فرقته اصلا هو بدا فيها في المغرب وقالوا لي ان انت عملت ماتش كبير وكيب جوينج وبالتوفيق، متواضع ومحترم ومتواضع جدا جدا جدا. اللي بعده اجابات سريعه على درش عشان احنا في الافوار. حاضر يلا بينا. شريف اكرامي من اقرب الحراس ليه في مصر؟ نعم الحمد لله اكتب بالناس كلها كويسه بس دي نعم جدا. نعم جدا. اللي بعده عقود اللاعبين في الدوري المصري مبالغ فيها نعم ام لا؟ انا مش عارف العقود كام ومع تغيير عمله الدولار بتقل ولا بتزيد، فانا ما اعرفش بقى العقود كام، ما اعرفش الاقي مثلا فرقتنا بتاخد عقود كام فما اقدرش اقول نعم او لا. ماشي. اللي جاي اختيارات. يلا. تعرضت للظلم والانتقادات مع المنتخب الاولمبي بسبب مقوله ابناء العاملين؟ انا ساعتها كان والدي موجود في اتحاد الكوره فكانوا بيقول لك ان كابتن شوقي غريب، انا كنت مفروض عليه ان انا كنت مفروض على كابتن شوقي، ومع ان شوبير مشي ورجع ومشي ورجع وكملت عادي مع المنتخب الاولمبي. فا الصراحه اتظلمت، انتقادات كانت مبالغ فيها شويتين بس الحمد لله. المسلسل اللي انت بتحبه قبل ما نخش اللعبه ببدله وسيم السريت اللي انت لابسها دي انا مديها لك عشان خاطر تردها لي. ها ايش تمام خد بالك ده المفضل بالنسبه لي اللعبه برضو قوي خطير قوي افضل ما تدربت تحت قيادته من مدربي الحراس طارق سليمان ميشيل يانكون ولا ادوارد ادوارد لوبو ما لحقتش اتمرن معاه كتير كابتن طارق سليمان طبعا راجل صاحب فضل لان اول واحد طلعني الفريق الاول وبرده كوتش ميشيل برده نفس النظام لان اكتر واحد قعدت معاه مده فكابتن طارق وكوتش ميشيل وادوارد لوبو انا ما لحقتش للاسف استفيد منه فمش عارف اختاره ولا لا بس ماشي. اللي بعده مثلي الاعلى عالميا نوير كورتوا اليسون بيكر عامه نوير طبعا مرجع لاي حد. ماشي. اللي بعده اتمنى ان اكون حارسا محليا مثل ثابت البطل احمد شوبير عصام الحضري. الثلاثه طبعا ترتبهم لي كابتن شوبير كده كده والدي يعني انا الحمد لله هو يعني ان شاء الله نكون ماشيين في نفس الطريق وطبعا كابتن ثابت البطل انا سمعت عنه انا ما اتفرجتش عليه بس سمعت عنه كلام عظيم جدا وكابتن عصام الحضري مش محتاج اتكلم احنا مش على تواصل او حاجه مع ان بناته كانوا معايا في المدرسه وزمايلي يعني مش على تواصل او حاجه بس تاريخ كبير طبعا فالتلاتة طبعا بس كابتن شوبير نعيد المسير ماشي ليه لا ان شاء الله ونلعب كاس عالم انت تلاتة افريقيا كابتن شوبير كم افريقيا مش عارف انا فاكر بس انا نسيت فكروني كده كابتن شوبير كم افريقيا يا جماعه طيب يلا بس هو عنده كاس عالم ان شاء الله باذن الله نلعب كاس ان شاء الله نلعب اثنين كمان ان شاء الله باذن الله. طيب اذا كنت ستخوض تجربه احتراف في اي دوري تفضل الانجليزي الاسباني الفرنسي واللي جاي اخر سؤال الانجليزي الريتم فيه عالي جدا السؤال الاخير افضل حارس في مصر حاليا الشناوي ولا احمد الشناوي ولا محمد صبحي كابتن محمد الشناوي كده طبعا بالنسبه لي رقم واحد لان الاستمراريه بتبقى مهمه كابتن احمد الشناوي ماشي بشكل كويس جدا صبحي بالنسبه لي برده من وجهه نظري دي انا كنت بقولها له دايما على طول ان هو من بدري قلت له انت هتروح منتخب وهتبقى رقم اثنين ودي انا قلتها له من بدري فافضل حارس كابتن محمد الشناوي وكابتن احمد الشناوي محمد صبحي. مصطفى انا بشكرك شكرا جزيلا انت شرفتنا ونورتنا وانا مبسوط ان الناس قربت منك قوي 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 في الحلقه ديت وشافت التفكير وشافت الشخصيه وشافت التربيه وشافت ان وصولك للحظات النهائي كانت لحظات معده سلفا انت عشتها واشتغلت عليها عشان توصل للمرحله ديت. انا مبسوط بيك قوي يا مصطفى قوي 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 وبتمنى لك يا رب كل التوفيق وان شاء الله ان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون افضل تكسر الدنيا في كل مكان وفي كل حته ان شاء الله. ابراهيم انا بشكرك جدا مبروك يا درش الله يبارك فيك بشكرك جدا بشكر اهلي كلهم واصحابي كلهم الناس بتقف جنبي وما تاخرش عليا بحاجه جمهور النادي الاهلي طبعا زي ما قلت في اللقطه بتاعت الاستاد دي ودايما هو الدعم الاكبر لينا وان شاء الله يعني دي بدايه ان شاء الله احنا لسه ما عملناش حاجه انا لسه ما عملتش حاجه خالص
لسه ما عملتش اي حاجه، يا دوب ده ماتش اول ماتش ليا في افريقيا، والحمد لله الواحد خد الكريدت ده مع الناس. فانا شايف ان انا عندي ان شاء الله لسه كتير اقدمه، سواء لنفسي للجمهور للنادي. فاللي جاي ان شاء الله كله خير باذن الله ان شاء الله. شرفتنا ومنورتنا. شكرا ابراهيم جدا على حاجه. انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ومنورتنا. كابتن مصطفى شوبير مستقبل حراسه المرمى بمشيئه الله في مصر والنادي الاهلي. دي كانت حلقتنا النهارده، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر فريق العمل بالكامل، نشوفكم ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي. تصبحوا على الف خير، سلام عليكم.